هذه هي الحالة التي يعيشها أبناء عزلة الأثاور جنوب مديرية حيفان في محافظة تعز، حيث تدور المعارك من وقت إلى آخر بين الميليشيا الإنقلابية المتمركزة شمال المنطقة والمقاومة الشعبية من الجهة الجنوبية، التي تبذل هي الأخرى جهودا كبيرة للتصدي للميليشيا وإحباط محاولاتها المتكررة للتقدم. ناشد قائد المنطقة أن يمدنا بالأسلحة والذخيرة حتى نقاتل العدو، لأن احنا الآن نقاتل بأسلحة شخصية وأسلحة متوسطة وليس عندنا أسلحة ثقيلة. خلال الأيام القليلة الماضية كثفت الميليشيا من قصفها بالأسلحة الثقيلة على عزلة الأثاور ومناطق متاخمة لجنوب حيفان كمنطقة البيضاء الواقعة شمال مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، باعتبارها مناطق تماس بين المحافظات الشمالية والجنوبية. نحن ما نزال نصمد في أرضنا وسندافع عن أرضنا وشرفنا. في الوقت الذي تطمح فيه الميليشيا للسيطرة والإحكام على آخر الطرق الرابطة بين تعز ومحافظة لحج، وهي في الأساس بين تعز والمحافظات الجنوبية، تظل قوات الجيش المتمثلة بالمنطقة الرابعة متناسية لهذه المناطق الاستراتيجية وتاركة لها دون إمداد أو غطاء من الطيران.